مرحبا بي ماي جاس، بتطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. اليوم ضيفتنا عبير ابو رجيلي، اخصائيه تغذيه، تنحكي اكثر عن الاسباب يلي ممكن ما تكون عم تساعدنا تنخسر وزن. اهلا وسهلا فيك عبير. ميرسي رنا. في كثير اسباب ما بتخلينا نخسر وزن، منهم في ناس بيقولوا انا كل يوم بدي اطلع على الميزان، بصيروا ناطرين الجرام، يعني مثلا اذا وزنه 61 بصير ناطر، او مثلا في ناس يمكن بتاكل كل الاشياء دايت وما بتروح على الاشياء الطبيعيه تتخلي انه حالة تضعف على الطريقة الطبيعية، واشياء تانية اسباب تانية. قد ايه هالاشياء بتأثر عبير فعلا وما نخسر وزن؟ صح. هلا بتلاقي كتير اشخاص صار عندهم هوس بانه يضعفوا، هوس بانه يحسنوا وزنهم ويحسنوا الشيب تبعهم، ولكن بنفس الوزن فاتوا بمرحلة انه بطل جسمهم كتير يتجاوب على الدايت. فهون اليوم حلقتنا تنضوي على هذا الموضوع، خاصة انه بعرف كتير اشخاص عم يتعذبوا من هيك موضوع، يعني بيحرموا حالهم من اشياء، يمكن بيفكروا حالهم ماشيين على دايت معين، ولكن بيكون في اخطاء وثغرات معينة هن منهم منتبهين لها. فاهم شغلة نبلش فيها هي انه ما نزين حالنا كل يوم اذا نحن عم نعمل دايت. يعني اذا انا عم بتبع حمية معينة، جسمي بين يوم ويوم ممكن يختلف، ممكن لاسباب عديدة، يمكن تاني نهار اطلع على الميزان ما كون ناقصة بعد، او بالعكس يمكن زايدة 200 جرام او 300 جرام. فهون بيفقص الحمية، ما بيكفوا بنظامهم اللي عم يتبعوه لانه بيقولوا ما عم ننزل مزبوط. مينيموم نحنا مفروض نزين حالنا اذا عم نتبع حمية معينة بعد فترة زمنية بتكون اسبوعين. ما مفروض كل يوم. هلا يمكن اذا نحن بالمانتونس عم نحافظ على وزننا ما بدنا نزيد، يوم ايه يوم لا ما بيأثر. وشغله كثير مهمه نقيس على نفس الميزان وبنفس الوقت. لانه دائما بيفرق وزننا بين الصبح وعشيه كيلو. في ناس ما بيعرفوا انه الصبح بنكون انقص كيلو نسبه، لانه بعد الظهر بنكون اكلنا بنكون شربنا، فعشية بيتغير وزننا. فدايما بس بدنا نزين حالنا، ما ننزين حالنا صبح مدى. صح صح. صبح بيطلع الوزن انقص هو عادة، ونمشي نهارك يا حلو يا مش حلو، نمشي على هالمرحلة. يعني انه خلاص الصبح على طول الصبح وعلى نفس الميزان. ليه؟ لانه ميزان عن التاني ممكن يختلف، واذا بدي زين على ميزانين بدي اعطي الفرق بيناتهم. يعني اعرف هيدا هالقد طلعت عليه، هيدا هالقد طلعت عليه، اعمل الديفيرنس، لانه ولا ميزان مثل التاني. كل ميزان ممكن يعطينا وزن مختلف. فدايما ننتبه كمان لهالنقطه، وننتبه هون للسيدات، جرب قد ما فينا ما نزين حالنا قبل الراجل. قبل الراجل بنكون عاملين احتباس مي، فممكن لو نحن عم نتبع حمية غذائية معينة ممكن يكون وزننا ارتفع. ممكن في ناس بيحتبسوا نص كيلو، في ناس كيلو، في ناس 2 كيلو. فهيدول هن بس احتباس مي قبل الراجل، بيختلفوا بين شخص والتاني. فننتبه انه قبل الراجل ما نطلع على الميزان حتى ما نكتئب، لانه في ناس بيعصبوا وبيعملوا ردة فعل عكسية اللي هي بتكون فشل خلق بالاكل. صح، انه ما نزلت يلا طب اكل اكتر، بيتجهوا صوب انواع اكل ممكن بالعكس تخليهم عن جد يرجعوا يكسبوا هالوزن اللي هن منهم اخدينه. يعني يمكن يطلعوا 2 كيلو من وراء الاكل وهن بيكونوا زينين حالهم بالوقت الغلط قبل الراجل. فننتبه لهالشغلة. نعم عبير، بعرف انه كمان كتار من الناس يمكن بتحط ملح بلا وعي على الاكل. صح. كل شيء بدها تزيد له ملح، حتى الرز، حتى البيض، حتى البطاطا، حتى يعني في اشياء ممكن نزيح الملح عنا من ملح. وبتعرفي اهم الفنانين العالميين، اهم الممثلين العالميين بيعطوا روسات منهم جيلو مثلا انه ما تزيد لا ملح ولا سكر، او بيونسي مثلا ما بتزيد ابدا ملح على اكلها مثل ما هي الطعمه بتاكلها حتى لو كانت بدها ملح. قد ايه واحد الاسبوع عنده اراده ولازم عن جد يقصد انه ما يزيد ملح، لانه عن جد الملح بينصح ببعض المحلات. صح، الملح بينصح ببعض المحلات، لازم ننتبه خاصة عند الأشخاص اللي بيعانوا من احتباس مي. يعني في أشخاص عندهم مشاكل معينة، يمكن مشاكل بالقلب أو مشاكل بالكلى أو مشاكل ضغط أو مشاكل هن بينفخوا بيحتبسوا مي كتير. لما عم يزيدوا ملح على أكلهم
عم يعرضوا حالهم انه يورموا اكثر ويحبسوا مي اكثر. فنحن دائما بنقول الاعتدال كثير مهم، مش معناتها ما ناكل ملح بالمره ولكن ما نملح كثير. يعني ننتبه دائما للملح انه ما نزيد كثير، لانه في عندنا ملح ظاهر اللي هو الملح الابيض اللي نحن بنزيده على الاكل، وعندنا ملح مخفي حتى نحن باكلاتنا لو ما ملحناها اوقات عم نحط رب، الرب فيه بقلبه ملح. فنحن في عندنا الملح الظاهر دائما بنرش على الاكل، والملح المخفي كمان ومصادره لازم ننتبه لهم. فهون نحن للاشخاص خاصه اللي بيعانوا من ورم، ان كان بالاكستريميتي ان كان بالايدين او ان كان بالاجرين، منفخين اجريهم او ايديهم، او حتى عندنا بعض الاشخاص عندهم ورم على البطن، فهون ننتبه في فحوصات معينه لازم نعملها، لانه مش دائما احتباس المي بيكون بلا سبب. اوقات في اسباب معينه هي اللي عم تخلي جسمنا يحتبس مي، فنراجع حكيمنا تنشوف اذا جسمنا عم يحتبس مي واذا هيدي هي المشكله اللي عم تخلينا ننفخ اكثر وما نخسر وزن. فبهيدي الحاله بنخفف قد ما فينا استهلاك ملح، ان كان الملح الظاهر او الملح المخفي، وننتبه قد ما فينا انه نشرب مي خاصه بالفصل الشوب. هلا في كثير شوب فمنزيد كمية المي أكتر، لأنه في ناس بيخافوا يشربوا مي، فنحن بنقول لهم بالعكس لما نحن نكون محتبسين مي لازم نشرب مي، لأنه صح جسمنا بيكون ناقصه مي أكتر. بدي أسألك شو هن الطرق يلي ممكن تخلينا نشيل هالمي هالاحتباس المي؟ صح. أنا بحس إنه كل اللبنانيين عنده احتباس مي بلا ما يعرفوا. هلا بدنا نشوف السبب، حسب هو السبب يمكن مثل ما سبق وذكرت تكون مشكله صحيه، يمكن يكون عندي مشكله بالكلاوي هي اللي عم تسبب لي انه جسمي يحتبس مي، يمكن تكون مشكله بالقلب، يعني يمكن تكون مشكله معينه انا بدي اعمل فحص الدم وراجع حكيم تعرف ليه عم يصير معي هيدا البروبلم حتى اقدر حل. بس اول حل غذائي هو اني خفف استهلاك الملح والمأكولات الغنية بالملح واشرب مي قد ما فيه. هونيك بيجي دور الحكيم هو يقول لي شو لازم انا اعمل اكثر، يعني حل هيدي المشكله من اساسها بدواء معين من خلال ادويه هو الوحيد بيقدر يوصفها. ما ناخذ نحن على صحه السلامه يمكن ادويه بتدهر المي من الجسم او صح. ادويه بتعالج مشكله معينه بلا ما نستشيره. نعم. فهيدي شغله بنحب ندوي عليها. نعم عبير، نحن بالعائله اللبنانيه او بطبيعتنا اللبنانيه بس تحط السفره اول شيء بيكون الملح، واول شيء بيكون الزيت، واول شيء بيكون البذورات وهالاشياء يلي منلقمشها عاده. هل ممكن تكون كمان من الاسباب يلي ممكن ما نضعف؟ صح، في ناس ما بينتبهوا لها، رانا في ناس بيقولوا لك ما باكل كثير، نقعد بنحكي معهم يمكن ما بياكلوا كميه كبيره بالاكل بس عندهم لقمشات. مزبوط، بيلقمشوا اشياء خلال النهار كالوريك تحتوي على سعرات حراريه كبيره، يمكن ما تغدوا اكلوا كاسة بذورات، بعد شوي شربنا كبيتين عصير، بعد شوي يمكن كبيت بيض، بعد شوي يعني لقمشات او لوز او قصص. فهول القصص الصغيره نحن بنفكرها ما فيها كالوريز، فيها كثير في ناس بتقليك انا كثير هلسي باكل مكسرات نيه حتى على السناكس. قد ايه عم تاكلوا؟ هون بيكونوا عم ياكلوا كميه كثير كبيره ومش منتبهين للكميه. فحتى الاشياء الصحيه بكميه كبيره ممكن تولد انه ما نضعف صح. فبدي انتبه حتى الطبخ، في ناس بيقولوا لك انا ما باكل من برا، ما باكل جنك فود فاست فود، كله بالبيت. قد ايه عم ناكل؟ بيكونوا عم ياكلوا يمكن كميه رز كبيره، كميه طبخ منيحه، يعني صحن مليان لازم ياخذوا كميه اقل حتى يخفضوا وزنهم. نعم. فهول ما بننتبه لهم، لازم نركز عليهم اكثر، خاصه اللقمشات خلال النهار، العصير. في ناس ما بيحسبوا الكالوري تبع العصير وتبع القهوه وتبع المشروبات، مع انه اذا بنحسبه يعني بنعتبره ليكويد. صح، بيعتبروا ما اكلنا. يمكن شربنا قهوه محلات الصبح يمكن بتحتوي 90 كالوري، بعد شوي شربنا كبايه عصير ليمون بتحتوي 120 كالوري، بعد شوي يمكن كبايه صودا
كمان ممكن تحتوي 120-150 كالوري، هو ما عم نحسبهم أو 500 كالوري عشان. بعد شوي يمكن قنينة بيرة كمان طلعنا بالمينيموم 150 كالوري، فهو طلعنا بال 500 كالوري من المشروبات ونحن ما عم ننتبه 100%. عبير المأكولات الدايت بتأثر كمان، يعني اللبنة دايت، جبنة دايت، سودا دايت، هالاشياء ممكن تكون عم تأثر على عدم خسارة الوزن؟ صح. هلا نحن بنقول رح نفرق بين الأجبان والألبان الدايت والمأكولات الدايت، إن كان صودا أو شوكولا أو إشياء مضاف لها سكر دايت. هلا الألبان والأجبان الدايت هن مسحوب منهم الدسم، والولاد حتى هون ما يخافوا العالم، بعد عمر 3 سنين هيدا دايما منقوله ومنعيده، بيقدروا ياخذوا المنتوجات اللايت بالألبان والأجبان المخفض منها الدسم. هلا المشكلة وين بتصير؟ المشكلة إنه العالم بيتجهوا صوب هالأصناف، وهذا شيء كتير منيح إنه ناخد نحنا ألبان وأجبان مخفضة الدسم تناخد دسم أقل. ولكن أوقات منروح على هيدي المأكولات منقول إنه هي دايت ومناخد منها كميات دوبل وتريب، فبيطلع الكالوري فيها أكثر من الكالوري الموجود بالمأكولات العادية. يعني بدل ما أقول بقول هيدي دايت، بدل ما أكل قطعة جبنة رح أكل 3-4. عادة أنا يمكن بالجبنة العادية بخاف أكثر، باخد قطعة، هون عم خول حالي أخد 3-4 قطع، يعني كميات أكثر بما أنه هي دايت. فبنسى أنه بتحتوي على كالوري. وإذا بدي أحكي عن الشوكولا مثلا دايت، شوكولات دايت او البسكويت دايت بيحتوي على كالوري مثلهم مثل الشوكولا العادي. نحن بنفكرهم انه اقل كالوري، هن اقل تاثير على نسبه السكر بالدم. والبعض منهم ان كان بسكويت دايت ممكن يكونوا صحيه اكثر نسبه، انه ما بيحتوي على مواد يمكن مضره، فيهم الياف اكثر، فيهم يعني اشياء غذائيه أكثر، مدعمين بفيتامينات معينة وهيدي الأشياء. بس ككالوري ووحدات حرارية نفس الكمية ممكن تكون نفس الكالوري. نحن المشكلة وين؟ لما عم نروح على هيدي الأصناف بدل ما أخذ يمكن قطعة بسكوي عم باخذ العلبة كلها لأنه هي مكتوب عليها دايت. فهون الغلط، كون أنا مفكرة أنه عم باخذ أقل كالوري كون عم باخذ أكثر، كومباري مع البسكوي العادي اللي ممكن اخذ قطعه واحده وخاف اني اخذ اكثر لانه بيني وبين حالي في كالوريز اكثر ما هي موجوده بقلبها. فهون ننتبه لهيدي النقطه. وحتى المشروبات الدايت فينا ناخذها، في ناس بيسالوا هل هي بتنصح، هي انيا لا، لانه ما عم باخذ سعرات حراريه يمكن تحتوي على 2-3 كالوري. بس في بعض الابحاث بتقول انه ممكن على المدى البعيد تاثر على الانسولين. فهيدي بعض الدراسات اللي عم تذكر هيدي النقطه. وفي ناس عم بيقولوا الكتره منها، الدراسات كمان اثبتت انه الكتره منهم هالمشروبات الغازيه اللي هن دايت ممكن تاثر على شبكه العين. فبدنا ننتبه لانه كمان عم تاثر بعدين على المدى الطويل، لها تاثير على الانسولين. صح. فهون ننتبه. هل في اسباب بعد ما ذكرناهم؟ اكيد في اهم اسباب. اذا نحن ماشيين مزبوط وملتزمين مزبوط وعن جد ما بناكل كثير، ونحن اشخاص بنعمل رياضه وبنعمل حركه وعم نلاحظ انه مفروض ننزل بس الجسم ما عم ينزل، لازم ننبش اذا عندنا مشكله معينه. من المشاكل اللي بننبش عليها اهمها بدنا نشوف مشاكل صحيه، اذا عندي انا، اذا السيده عندها او خاصه عند البنات تكيس على المبيض. فمشكله تكيس المبيض تمنع اني اضعف مزبوط اذا ما حلت المشكله، وهي الحل تبعها اني نزل 10% من وزني. فهيدا شغله مهمه انه انا لازم اعرف شو اكل وخفف السكر قد ما فيي، اكل قصص فيها الياف غذائيه اكثر. كمان مشاكل الانسولين عند الكتار، رنا كتار عندهم هيدا المشكله خاصه بلبنان، عندهم مشاكل الانسولين كثير مهم حتى انا جسمي يكون عم يشتغل مزبوط. اذا عندي مشكله بالانسولين ممكن انا يزيد وزني او ما اتجاوب مزبوط على الحميه الغذائيه. واغلب الاشخاص اللي عندهم مشاكل انسولين
بيكونوا بيعانوا من زيادة الوزن خاصة على منطقة البطن. فبدي نبش إذا أنا من الأشخاص اللي عندي هيدا المشكلة. ثالث شغلة عنا الكورتيزول، كمان هو هرمون دو ستريس. إذا في كتير توتر بحياتنا إذا الكورتيزول مرتفع ممكن يأثر إني ما أضعف مزبوط. عنا أكيد الغدد، ما نشوف إذا الغدة ما عم تشتغل مزبوط، الغدة الدرقية إذا أنا عندي مشكلة فيها إذا هي ما عم تشتغل كتير منيح، ومشاكل أخرى لازم انتبه لها إن كان مشاكل يعني تاني، إن كان مثلا ممكن مشاكل نفسية مثلا تأثر. مزبوط، مشاكل نفسية إذا أنا معصبة عم فيش خلقي بالأكل أكتر، لأنه في ناس بس تيكونوا معصبين بيأكلوا أكتر، بس تيكونوا زعلانين بيأكلوا أكتر، في ناس بس تيكونوا مبسوطين بفش خلقهم بالأكل. فهي هي كمان ننتبه لمشاكل الشراهة على الأكل، وننتبه إذا نحن لأنه نفسيتنا يا عم نكون مبسوطين يا زعلانين، يعني عم ناكل مش لأنه جوعانين، عم ناكل لأسباب تانية هي عم تأثر إنه ما نضعف صح. فننتبه لكل هالعوامل اللي ذكرناها. والرياضة كمان لها دور أساسي. بدي أقول الدور النيجاتيف، في أشخاص بيكونوا بيعملوا كتير رياضة وبيوقفوا وبيدلوا أكله مثل ما هو وبيتفاجئوا إنه عم ينصحوا. فهم من أنا قلوا انتبهوا، لأنه أنتوا كنتوا كتير تعملوا حركة ووقفتوا، ما بقى عم تعملوا هالحركة وأكلكم هو ذاته، هو ذاته كنتوا عم تصرفوا أكتر، صح، هلأ حركة أكتر، هلأ عم تصرفوا أقل وعم تاكلوا نفس الأكل، فهيدا الشيء ممكن يخليكم تزيدوا وزن. وبالعكس العامل الإيجابي للرياضة إنه أنا ما بعمل كتير حركة وعملت حركة رياضية، هذا الشيء رح يساعدني اني انزل وزن. عشرت دايما انتبه انه ما فوت بمود دو في ما فيني حافظ عليه. يعني انا اذا بدي اعمل رياضة او حركة رياضية كون عندي مرتين ثلاثة بالاسبوع، حتى اذا بعدين شي نهار زاد علي الشغل، زاد علينا الضغوطات، بطل فينا نعمل كتير رياضة، ما يأثر علينا نيجاتيف، نكون قادرين نمرق ساعة او ساعتين بالاسبوع. يعني في ناس كتار ممكن بيعملوا كل يوم ساعتين وثلاثة وبيفوتوا بدوامة معينة انه اذا وقفنا رح نزيد وزن، لانه احنا عم نعمل كتير سبور. فننتبه لهالنقطة 100%. شكرا لك عبير ابو جيده على كل هالمعلومات والنصايح لليوم. بدنا تعطينا رقم التليفون لكل المشاهدين. لكل حدا بحب يتواصل معنا على رقم التليفون 71-877-633، واكيد خصومات كبيره على كل شيء عنا بالعياده للاشخاص اللي بيجوا من قبل الصدى تي في. شكرا لك عبير ابو جيده، يعطيك الف عافيه. هذه كانت حلقتنا لليوم، بكره حلقه جديده. مرسي لكل يلي تابعونا، ما تنسوا فيسبوك بيج الصدى تي في ويوتيوب شانل تترجعوا تحضروا كل حلقاتنا يلي ما لحقتوها. مرسي لهاريس بلوف ولبيوتي لاونج، الى اللقاء.